رجاء في هذا الوجود. شكرا. تتمة لموضوع المرأة واحتفاء العيد عيد المرأة، خصصت لهذا الحوار عنوانا يحمل عنوان المرأة العاملة بالمراكز النسوية نموذجا. لقد اقتصرت مهام مؤسسة التعاون الوطني في بدايتها على تقديم المساعدات للنزلاء المؤسسات الاجتماعية والفئات المحرومة، فتطور ليتبنى أنشطة وبرامج ذات أبعاد اجتماعية باتجاه فاعل بإنشاء أوراش تنموية بمختلف المراكز التابعة له من رياض الأطفال ودور ونوادي الإسبية، حيث اعتبرت المرأة عنصرا فاعلا. في يوم 8 مارس من كل سنة كتحتفل مؤسسة دار المواطن التابعة للتعاون الوطني باليوم العالمي للمرأة. هذا اليوم العالمي اليوم هو جميل بالنسبة للمرأة وخصنا نحتفلوا بها على طول السنة، لأن المرأة كتستحق كل التقديرات، بأنها هي المعطاء، هي أول مرة، هي الأم، هي الصديقة، هي الأخت، هي العائلة، هي الكل في الكل، هي المجتمع كله. وهنا مؤسسة دار المواطن كتعمل عدة خدمات لتنفع المرأة، منها الخياطة، منها طرز على الآلة، منها طرز على التريكو، منها السيراميك، منها دور كدير الأمية اللي هو توا دور مهم، كتحارب الجهل باش كتنور العقول ديال هاد الفتيات اللي غيكونوا إن شاء الله في الغد المستقبل غيكونوا أمهات، ويعطينا جيل إن شاء الله جيل ناشئ وجيل يكون صحيح، يعني صحيح وبالتربية وبالعلم الإنسان يوصل لأي حاجة، ولكن بالجهل كيبقى تلقاهم دائما في الضلال. هذا حنا كنكدوا باش كنوروا الفرق ديال هاد الفتيات وكنعلمهم باش يكونوا ما يكونوش عادة على المجتمع، يكونوا إن شاء الله واحد عندهم واحد الدخل اللي يكون قار لهم ويكونوا ما يكونوش علة على المجتمع، يكون منفعة للمجتمع. بالنسبة للعدد ديال المستبدلات اللي عندنا هنا في دار المواطن، بالنسبة للخياطة عندنا تقريبا ما يفوق على 60 مرأة، وبالنسبة للمحو الأمية عندنا 25 مستفيد، وبالنسبة للحلاقة عندنا 10 ديال المستفيدات. وحنا دار المواطن دار مفتوح، يعني حنا عندنا كنديروا الصناعات وكنديروا التعلم والتربية مجانا، يعني كنكونوا الفتيات مجانا باش ما يكونوش يكون عندهم واحد العائق اللي كيبقى يقول بأن عن الفلوس، حنا كنكونوهم مجانا. وكانوا المناسبة الغالية اللي هي 8 مارس كناشد جميع الأمهات وجميع بالأخص الأمهات والآباء باش يرسلوا بناتهم، وكنا بالأخص عندي واحد النقطة بالنسبة للمرأة القروية، كنطمح هنا في المغرب كامل تمشي المرأة القروية وتمشي تقلب على دور المواطن، راهم كاينين في المغرب كامل باش تتعلم وباش تناضل باش تكون واحد الفتاة معطاء، واحد الفتاة اللي تكون إن شاء الله الجيل تربينا جيل مزيان، تربينا جيل تبارك الله اللي طموح وما يكونش فاشل. تابعة لجمعية الزهراء الشباب المرأة والطفولة في إطار شراكتها المبرمة مع مندوبية التعاون الوطني، شاركت كباقي المؤطرات والفاعلات في تنظيم هذا الحفل الذي نظمه فضاء دار المواطن تخليدا لذكرى عيد المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، اعترافا بما قدمته النساء من تضحيات وإنجازات في مختلف المجالات الاجتماعية كانت أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية، إلى جنب إلى جنب أخيها الرجل في تنمية هذا الوطن والمجتمع بصفة عامة. من هذا المنبر أشكر مدير دار المواطن على مجهوداته الجبارة لإنجاح هذا الحفل بمساهمة أيضا، كما لا أنسى نشكر جميع الساهرين على هذا الحفل. لا يسعني سوى الشكر لجميع الساهرين على إنجاح هذا الحفل، من بداية من المدير إلى الإدارة والمستفيدات اللواتي يعني شارد اليوم بحضورهن، ثم جميع الساهرين على هذا. منذ تأسيسه سنة 27 أبريل 1957 لا بد من الوقوف عن الحدث ووضع الإنجازات الاجتماعية، ويعتبر هذا اليوم موعدا لتجديد العهد والوفاء بحقوق المرأة سياسيا إنسانيا، ويعود أول احتفال أقيم بهذه المناسبة في يوم 28 فبراير عام 1909. راه لكم التاريخ هذا، الذكرى ديالكم راه من 1900 أول مرة لي يقتل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.